أنا يوم من الأيام لو بجي أتغير على صاحب ولا بتغير على صديق ولا كذا، يجد الله لأني أجيه وأتكلم وياه، أو إني ما أصد وأخليه بس كذي إنه ما يدري وين السالفة. طيب وين راحت عشرتي وياك؟ وين حقي وياك؟ إذا أنت غلطان يا أخي قول لي، خلني وياك أنت عاتب. حقي عليك إنك تسمع عتبي، حقي عليك إنك تعدلني إذا أنا مخطي، تتمسك فيه أو تهاوشه مرات لأنك تغليه وتشوف فجأة ان في جهه ثانيه بارده ميته ميته احساس، فهذا يوجعني حيل. ولكن مع الايام تدري انها تصير نفس الابره. قول ليش؟ لانه يكون هدر كبير من الاهتمام عندك وتوقفه.